دز الاخر وقت اللاعبين قعدوا سوبر موتيفي ومعناتها وعاقدين العزم ان نتخطاو العقبه نتاع المباراه الاولى اللي ما كانت سهله. الحمد لله خلطنا في نهايه الامر، وصلنا الهدف نتاعنا وخذينا 3 نقاط اللي بطبيعه الحال يخليوك تنطلق، خاصه مع اطار فني جديد وبدايه نتاع مرحله التصفيات اكيد تكون انطلاقه ما خيرش من هكاك. ان شاء الله بطبيعه الحال جمهور كما عودنا في المباراه الاولى ضد مدغشقر يكون موجود، وان شاء الله يكون هو دعم رقم واحد للفريق والمجموعه هذه ان شاء الله. رهان المباراة يتحدث عليه محترف لوريون الفرنسي منتصر الطلبي. زوز ماتشات باش يجيو ماتشات مهمين، نعرفوا لوبجيكتيف برينسيبال هي الكاليفيكاسيون، وزاد مع الكاليفيكاسيون لي ريزولتا ان شاء الله نكملوا زاد نتحسنوا في المردود نتاعنا. دونك ان شاء الله دي فاندردي عندنا ماتش امبورطون في راتس قدام جمهورنا، حابوا نعملوا ان بو ماتش نفرحوا جمهورنا وزاد نكونتينيو كو سوا افيك اون ميور مانيير اون ميور ميتريز وسي زاد ان ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله. نجمو نشوفوا راهو الماتشات اللي لعبوهم من قبل سي ان بون ايكيب دو بالون، ايزون دي جوور زاد كي ايفولو كو سوا ان بو ان اوروب وكل شيء يعرفوا بعضهم بالكدا، وشفنا زاد في الافريك كو سوا في الكوره ان جينيرال ماتش فما ماتشات سهلين ماتشات كلهم صعاب، دونك لازم نحضروا كيما يلزم، لازم بوكو دو سيريو وبرشا تركيز باش نعملوا ان غران ماتش. دونك زاد نعرفوا لي تو ديبون دو نو، لازم نحضروا ماتشونا بالكدا ديل ديبي دو ماتش، وان شاء الله كيما قلت لك اون با تو فير بور بروند لو ماتش او سيريو اي بلوس امبورطون سافيت لي ريزولتا ان شاء الله افيك لا مانيير اوسي. قائمة المنتخب الوطني كما تعرفوا تشهد استدعاء لاعب الاتحاد الرياضي مونستيري شهاب الجبالي لأول مرة. كيفاش لقى شهاب الأجواء في المنتخب؟ نسمعوا لاعب الاتحاد ولاعب المنتخب الوطني. بالنسبه لي الانتجراسيون سهل بريسك، اشتر الاولاد نعرفهم لعبت معاهم، فما اللي نعرفه يمكن فما بشير بحكم لعبت معاه في مستير برشا، بليل زاده، فما جزيري نعرف برشا الاولاد ما ننساش برشا نعرفهم من قبل، فما اللي لعبت معاهم كاو اصحاب عائله واحده عباره نعيشوا كاو. الماتش نحضروا له كيف ما يلزم، لازم نعملوا ريزلتا بوزيتيف نربحوا باذن الله، هو قاعد يخدم وتوفيق ديما عند ربي سبحانه، نلعب ما نلعبش ليسونسييل هو قاعد يعاون الاولاد باللي يقدر والعمل على ربي. إذا نعاود نذكر المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله باش يخوض مباراة أولى في جزر القمر يوم الجمعة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس. هذه المقابلة الأولى لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025. المنتخب الوطني بعد ذا يتحول يوم السبت إلى حد الآن في رحلة عادية. للمعلومة يبدو ظروف صعبة ماديا بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم، لحد اللحظة هذه ما فما حتى معلومة رسمية تؤكد أن المنتخب سيتحول للكوت ديفوار لمواجهة جزر القمر في طيارة خاصة، رحلة عادية يوم السبت مساء لمواجهة كما قلت جزر القمر مرة أخرى ذهاب وإياب، المرة هذه لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. المقابلة تتلعب في أبيجان عاصمة الكوت ديفوار يوم الثلاثاء القادم. المنتخب التونسي نذكر متصدر المجموعة ب6 نقاط، يعني منطقيا 4 نقاط يلقى المنتخب التونسي نفسه في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. عديد من الغيابات، إذا نعود نذكر ديلان برون ينضم إلى قائمة المغادرين مغادري هذا التربص بعد ما كان محمد أمين بن حميد البارح نذكر عوض عليه العابدي لأقل شيء سيغيب على المباراة الأولى. في المقابل يتواصل مسلسل علي يوسف عديد من الأخبار كما أشرنا اليوم الصباح في فلاش سبور إلى سعي الجامعة التونسية لكرة القدم للتقدم بشكوى لدى الفيفا. إلى حد الآن ما فماش حاجة رسمية، لكن الجامعة تتهم فريق هاكن السويدي بعدم تسريح اللاعب علي يوسف. وخبر يهم المنتخب التونسي يوصلنا منذ لحظات بعد انسحاب منتخب مصر والجزائر من تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، قرروا عدم المشاركة. المنتخب التونسي في الحالة هذه يتأهل مباشرة إلى النهائيات، القرار يعني من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نهائيات الشان. بطبيعة إلى حد الآن ما فما حتى معلومة أيضا رسمية، ونعطيكم المعلومة الجامعة ماشية في إطار أنه ما تشاركش في الشان، لكن هل انه القرار هذا نتاع التاهل مباشره دون تصفيات باش يكون كافي من اجل مشاهده المنتخب التونسي في الشان ام لا؟ هذا اكيد سؤال ستجيب عنه الساعات او ربما الايام القليله القادمه.
برنامج مباريات الجولة الخامسة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت 19 أكتوبر مع 3 شبيبة العمران مع الاتحاد الرياضي مناستيري، النادي الرياضي بنزرتي نجم المتلوي، ترجي جرجيس مع ترجي الرياضي تونسي 5:30، النادي الإفريقي نادي الرياضي الصفاقسي في ملعب حمادي العقربي في رادس كلاسيكو. البطولة يوم الأحد 20 أكتوبر مع 3 كل مباريات، نجم الرياضي الساحلي يستضيف الملعب التونسي، مستقبل جابس مستقبل سليمان، القوافل الرياضية بقفصة، الأولمبي الباجي، الاتحاد الرياضي ببنقردان يواجه اتحاد تطاوين. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق هذا الأسبوع، طبعا الجولة الأولى حكينا عليها برشا مرات، لكن الرابطة أعلنت أيضا تعيينات مباريات الجولة الثانية لتخص بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مع الإشارة أنه إلى حد الآن الحكام يرفضوا تماما خوض المباريات وإدارة المباريات بعد الإضراب، ولا نجم نقول الموقف والمقاطعة اللي أعلنوها مباشرة إثر استقالة ناجي جويني المستشار التحكيمي وكامل أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم. الحكام يتخذوا قرار بعدم إدارة المباريات للمطالبة بمستحقاتهم المادية. الجامعة طبعا قاعدة تسعى من أجل خلاص جزء من المستحقات، أيضا كل الاحتمالات واردة في هذا الإطار، يعني نجموا يتراجعوا الحكام في الساعات القادمة. ونذكر بطبيعة الجمعة هذه كما قلنا فما الرابطة الثانية، والأسبوع القادم تعود بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في كرة السلة اليوم الموعد مع مباريات الجولة الرابعة للبطولة المحترفة، 6 متاع العشية كل المباريات، نجم الرياضي الراتسي مع شبيبة المنازه، داليا الرياضية بقرنباليا يواجه فريق نادي الإفريقي، نجم الرياضي الساحلي مع شبيبة القيروان، نادي كرة السلة بالمهدية نجم حلق الواد، الاتحاد الرياضي مناستيري يلعب ضد اتحاد الأنصار. منتخب الكرة الطائرة يلعب حاليا مباراة ودية في طرابلس في تركيا، مقابلة انطلقت منذ قليل ضد فريق فنرباتشي التركي. منتخبنا نذكر يحضر للمشاركة في بطولة الأمم العربية، انتصر في لقاء ودي أول على فريق جيبزي التركي 3 أشواط مقابل 0 غضوة، أيضا مباراة ثالثة ضد فريق نادي إسطنبول بيوك شهيرة التركية. في كأس العالم للبيسبول في هونغ كونغ للأكابر بطبيعة، المنتخب التونسي فاز اليوم الفجر على الصين 2-0. منتخبنا عنده 2 انتصارات 2 هزائم ومازال لقاء ضد منتخب اليابان. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3